ولكن خلينا بقى نروح لجزئية مهمة جدا، والكلام كان كتير خلال الساعات السابقة على موضوع جنوب أفريقيا كايزر تشيفز والفيروس كورونا وكلام من ده. وأنا هتكلم معاكم بوضوح كبير، لأن في البعض من هم انتماءاتهم غير أهلاوية، فممكن يكونوا بيتمنوا شوية أن لا كايزر ينسحب والوداد هو اللي يلعب عشان تبقى فرص الاهلي مش كبير. يا جماعه عشان تبقوا يعني تبقوا عارفين، فرص الاهلي زي ما هيقابل الوداد زي ما هيقابل كايزر تشيفز. الناس مستقليه او بعض الجماهير ممكن يكونوا مستقلين شويه بكايزر تشيفز، لا فريق جامد جدا. احنا كنا متخيلين غلط، كانت حساباتنا كلها كجماهير ان الوداد هيوصل النهائي، لكن الناس دي ردت علينا. كايزر تشيفز فريق عنده امكانيات فظيعه، فريق قوي يجب احترامه. فرص الفوز باللقب بالنسبة لكايزر تشيفز زي فرص فوز الأهلي باللقب دوري أبطال أفريقيا، فلازم يكون في اهتمام قوي بالحتة دي، ولازم يبقى في احترام كامل لفريق كايزر تشيفز. فالناس اللي بتتمنى أن كايزر تشيفز ينسحب، بالراحة بس يا جماعة كده، ونبص على القوانين ونبص على اللوائح ونقول لحضراتكم الأمور ماشية ازاي. امبارح اتحاد جنوب أفريقيا علق النشاط بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ لدوري الهواة في جنوب افريقيا، ملوش علاقه بدوري المحترفين اللي هو بيلعب فيه كايزر تشيفز، ملوش اي علاقه. وفي بعض المدن تم اغلاقها ان ما حدش يخرج منها او يدخل لها، بسبب ان هم وصلوا للمرحله الرابعه من فيروس كورونا والامور شويه هناك ايه صعب. طيب ده معناه ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ ما فيش حاجه. هم احتمالين، الاحتمال الاول ان يتم تعديل ميعاد المباراه النهائيه اللي هو يبقى بدري، يعني لا مش هيبقى بدري، هيبقى بعد كده بقى، بغض النظر عن حته المنتخب الاولمبي وبطوله طوكيو وكلام من ده هنتكلم برضو فيها. لكن الاحتمال الاولاني ان لو الازمه مستمره فيتم تعديل الموعد، تاجيل المباراه لما بعد. ادي احتمال رقم واحد. طيب احتمال رقم اتنين، لو مثلا المغرب رفضت ان هي تستضيف فريق كايزر تشيفز بسبب الظروف الصحيه الموجوده عندهم في جنوب افريقيا، فهم مش عايزين حد يجي من هناك يكون لا قدر الله عنده الفيروس او حاجه، فتبقى مشكله بالنسبه لهم وهيبقى حقهم ساعتها. هنا اللائحه بتقول ايه؟ او الحل هيكون ايه ساعتها؟ بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه هتختار دوله تانية يتلعب فيها ايه؟ المباراه، غير المغرب، غير مركب محمد الخامس في المغرب. هم دول الاحتمالين بس اللي بيتعلقوا بالمباراه. طيب الاحتمال الثالث، وده امر يعني مستبعد، يعني امر مستبعد، اللي هو ان كايزر تشيفز يقول لك لا يا جماعه احنا خلاص مش هنقدر نلعب المباراه. وانا طبعا ما اعتقدش كده، لان دول اول مره يوصلوا لنهائي دوري ابطال افريقيا، فده انجاز تاريخي بالنسبه لهم. يعني لعبناهم قبل كده في السوبر الافريقي لو نفتكر في 2002 وكسبناهم 4-1 بجون عصام الحضري لو تفتكروا برده، وكانت مباراه تاريخيه. يعني يا سلام اهو، سلام يا جماعه، والله العظيم حاجه 10 على 10. دي مباراه الاهلي وكايزر تشيفز في 2002. طبعا كابتن خالد بيبو في التوقيت ده، يعني مش في التوقيت ده بس، عمل سنتين 2001 و2002 دول اللي هما كمان تخللهم ايه ماتش 6-1 بتاع الزمالك السوبر هاتريك اللي جابه على مثلا نهائي دوري ابطال افريقيا، الهاتريك اللي جابه على مباراه كايزر تشيفز. كان لعيب خارق خالد بيبو في السنتين دول تحديدا، وكان بقى سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام غالي، ناس كانت تقيله جدا جدا ومهارات عاليه وحاجه. اه ده جون مين ده؟ ده حسام غالي صح؟ ده حسام غالي؟ اه حسام غالي كان جون جامد برضه. حسام غالي كان حتة لعيب، مش معقول مش معقول. ففي كل الأحوال يعني مباراة كانت كبيرة يعني، وكسبنا المباراة دي 4-1. فخلينا نرجع لمرجوعنا. بالتالي الاحتمال الثالث اللي أنا بقول لحضراتكم عليه إن كايزر تشيفز ينسحب، فمين اللي هيلعب الماتش؟ الوداد. ساعتها الاتحاد الأفريقي هيقول لك إيه؟ الوداد هو اللي، وده أمر مستبعد لأن كايزر تشيفز مش هينسحبوا يعني. فدي كل الامور. طب حل الموضوع ايه لو المغرب ممكن تبقى مقلقه شويه؟ موضوع طائره خاصه لكايزر تشيفز وبي سي ار، مساحات هتتعمل، الناس سليمه، اهلا وسهلا بيكم، هتيجوا تلعبوا الماتش وتتكلوا على الله، باذن الله تخسروا وتتكلوا على الله يعني. بس هو ده موضوع بسيط يعني. فالناس بتحاول تضخم الموضوع، تكبر الموضوع، لا. بس انا الاهم بالنسبه لي، الاهم بالنسبه لي من كل الكلام اللي بيحصل ده، ان احنا مش عايزين نتشتت، ومش عايزين الفريق بتاعنا يتشتت. موقف كايزر تشيفز على الاتحاد الجنوب افريقي على مش عارف، مالناش دعوه، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. احنا ناس الحمد لله موجودين في نهائي دوري ابطال افريقيا،
تقابل بقى كايزر، تقابل اي حاجه، احنا ما بيفرقش معانا، الاهلي ما بيفرقش معاك. كل فريق انت هتديله نفس الاحترام، ان انت لو مثلا لو لعبت الترجي او لو لعبت الوداد، هو نفس الاحترام اللي انت هتحترم بيه الوداد هتحترمه الكايزر تشيفز. انت بتلعب مباراه هدفك واحد ومعروف انك تكسب اللقب. فلغايه دلوقتي طبعا هي كايزر تشيفز، وموضوع ان الوداد يبقى موجود ده مستبعد، ولو موجود اهلا بيه. ودي كلها امور تتعلق بايه؟ بالاتحاد الافريقي لكره القدم واللوائح والقوانين والاحداث اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه.